بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة عندنا خبر مفاجأة وجميل جدا جدا. دواء قديم قوي لعلاج السكر، من الأدوية الرخيصة جدا، يعني موجود في مصر. الشركة الأصلية بتاعته، الشركة الأجنبية بتاعته، بتبيعه العلبة 30 قرص ب 11 جنيه، يعني 5 دولار، حاجة رهيبة. هنشوف بقى اللي زي الحاجات دي، يعني عشان تعمل مفعول ده حاجة غالية جدا جدا جدا. فهنشوف النهاردة في حلقتنا بحث جديد جدا منشور يوم 17 فبراير 2025، بيقول ان الجلايبينكلامايد اللي هو الشركة الأصلية بتاعته دوانيل، وموجود بيعني 20 اسم وعشرين شركة بتنتجه، وأرخص دواء سكر موجود في مصر، إن الجلايبينكلامايد ده أو الدوانيل اللي اسم الشركة بتاعته ده، من أحسن الأدوية المضادة للشيخوخة. البحث منشور في مجلة نيتشر، والمجلة كبيرة طبعا، من أكبر المجلات المشهورة. بتقول إن هم اكتشفوا إن الجلايبينكلامايد تأثيره المضاد للشيخوخة أقوى من أقوى حاجة بتضاد الشيخوخة في عصرنا اكتشفت حتى الآن. نعرف أو نسمع عن حاجة اسمها الـ NMN، اللي هو نيكوتيناميد مونونيوكليوتايد. ده أو مادة، يعني مكمل غذائي غالي جدا، بيتباع بـ يعني الـ 30 قرص بيتباعوا بحوالي 50 دولار في المتوسط. ممكن تبقى أغلى، ممكن تبقى أرخص، على حسب شركة المكملات الغذائية. هنتفاجئ النهاردة في الحلقة دي إن الجلايبينكلامايد في الأبحاث اللي عملوها ونشروها في البحث بتاعنا ده أدى أداء أفضل منه في تأخير شيخوخة الخلايا. عملوا إيه الجماعة دول؟ قصة الحكاية غريبة. بدأت من فترة إن هم اكتشفوا إن في دواء للسكر اتلغى حاليا، مش مهم ده تأثيره ضعيف أوي للسكر، بيأثر على شيخوخة الخلايا دي وبيأخرها بنسبة بسيطة. قالوا طيب ما نجيب أدوية السكر كلها اللي من العيلة دي، عيلة اسمها سلفونيلوري، والعيلة دي دايما كنت بقول يا جماعة ما حدش ياخد منها حاجة، عشان أو بقت قديمة خلاص عيلة السلفونيلوري، عشان هي يعني خلاص اتحلت مكان محلها حاجات جديدة وأحدث منها وأعراضها الجانبية أقل والكلام ده. فجوهم جابوا العيلة دي كلها، ملقوش ولا واحد فيهم له نفس التأثير على شيخوخة الخلايا دي إلا الجلايبينكلامايد أو اللي هو الدوانيل. العلاج لعلبة 30 قرص 3 شرايط ب 11 جنيه في مصر، علبة رخيصة جدا، ودي الشركة الأصلية. يعني الشركات اللي بتبيع المسائل بتاعته هتلاقيها أرخص جدا جدا. جربوا الكلام ده على خلايا ولقوه وعرفوا بيشتغل ازاي، طبعا تفاصيل كتيره. بيشتغل على حاجه اسمها السيتريك اسيد سايكل، على انزيم اسمه ام دي اتش 2، والانزيم ده بعد كده بيبعت اشارات للدي ان ايه، في حاجه حوالين الدي ان ايه كده اسمها الايبيجينوم، والايبيجينوم ده هو سبب الشيخوخه، بيوقف عمليه شيخوخه الايبيجينوم اللي بيوقف شيخوخه الخلايا ويخليها ما تتحولش لخلايا شيخوخة. كلمت انا على الخلايا الشيخوخة دي، ارجع لها حتى في اول القناة، ان خلايا الجسم مع الزمن جزء منها بيتحول لخلايا اسمها خلايا شيخوخة. خلايا الشيخوخة دي بتفرز بقى هي الالتهابات، مواد بسبب التهابات اللي بتعمل حاجة سميناها الانفلاميجينج، اللي هو التهابات الشيخوخ، التهاب المزمن البطيء اللي بيهد الإنسان، دي هي اللي بتعمل الأمراض المزمنة، هي اللي بتخلي الواحد يعجز باختصار ويبقى عنده أمراض الدنيا بتركبه لغاية ما تقضي عليه خالص. فكل ما قللنا عدد الخلايا دي أو منعنا تكوينها، يبقى احنا بنطول في عمر الخلايا الصحيحة السليمة الشبابية. فهو ده اللي لقوا الجلايبينكلامايد بيعمله، فده على الخلايا. قالوا طيب احنا نجرب بقى على حد يكون قريب جدا من الانسان عشان نثبت الكلام ده بما لا يدع مجال الشك. جابوا الفئران بتاعة التجارب وعملوا مقارنة بين اقوى حاجة مضادة للشيخوخة
ال NMN، الاختصار ده معروف وتلاقوا عنه فيديوهات كتير في اليوتيوب، وبيتباع يعني بيتباع غالي قوي. المادة ال NMN دي كمكمل غذائي. فعملوا مقارنة على الفئران، جابوا فئران بقى عندها 12 شهر. هتقولي 12 شهر دول يعني؟ يعني فئران شباب زي كده في أواخر العشرينات عند الإنسان، 12 شهر دي يعني في نص عمره. وبدأوا بقى يدوها مجموعة منهم، يدوهم الدوانيل الجلايبنكلاميد، ومجموعة يدوها ال NMN، ومجموعة ما يدوهاش حاجة. وهطلعوا لنا الكيرف الجميل اللي هحط قدامك ده، مقارنه بين الثلاثه مع بعض. الخط الاسود ده اللي هو الكنترول، سي تي ار ال كنترول، يعني المجموعه اللي ما خدتش حاجه. واللي تحت ده من 0 10 20 30، ده عدد الشهور، تمام. واللي فوق ده اللي هو من 0 ل 100، البيرسنت سيرفايفل، يعني نسبه البقاء، اللي عاشوا اكتر، اللي فضلوا فتره طويله اكتر عايشين. طيب دول الكنترول، طبعا كل ما بتعدي الشهور كل ما في فريم بتموت. لغاية عند 30 شهر كده ما فيش حد عايش. طيب نيجي بقى لل NMN اللي تحت ده، اللي هو الخط البنفسجي. ادي الخط البنفسجي، هتلاقي ان الجلايبنكلاميد الجي ال اي ابعد منه، يعني الفيران عاشت اطول، عاشت شهور اطول. الفئران اللي خدت جلايبنكلاميد او الخط الازرق الفاتح ده السماوي ده باعد قوي لجوه، يعني واخد شهور اطول، يعني كده الفئران بالشهور عاشت اطول. والتاثير ده زي ما قلنا ما لقوهوش في اي دواء سكر من عيله السلفونايل يوريا، اللي انا لسه بحذر برضو بين اخدانها وبقول نستعمل ادويه جديده لانها بتجهد السلفونايل يوريا دي، بتجهد البنكرياس. تقول لي ايه السلفونايل يوريا دي؟ اقول لك في منها الاماريل والدايميكرون والحاجات دي، كل دي العيله دي، وحتى الدوانيل برضو انا كنت بحذر منه. ولكن بعد هذا البحث اللي لسه منشور في 17 فبراير 2025، انا هقول لكم تعملوا ايه، استعملوا ازاي، ومين ياخده، مين اللي يستعمل العلاج ده. فاذا ده بيحل لنا مشكله كبيره قوي يا جماعه، بيحل لنا مشكله ان مرض السكر من مسرعات الشيخوخه. يعني الجماعة اللي عندهم سكر بيعجزوا أسرع من لو كان ما عندهمش سكر. ليه يا سيدي؟ قال لك لأسباب كتيرة جدا. وتلاقي عينيهم بيحصل عتامة في العين، ويحصل سنان تقع ونظر يروح، والقلب نسبة الكوليسترول وتصلب الشرايين بيزيد عندهم، يجي غلط. مصايب الدنيا بتيجي من السكر، وخصوصا الناس اللي ما بينظموش السكر. ليه الحكاية دي؟ ببساطة لأن السكر لما بيعلى في الدم بيتفاعل مع بروتينات الجسم، يعمل حاجه اسمها الكارملايزيشن. زي ما انت بتعمل كده كارملايزيشن، تجيب لبن وتجيب سكر وتسخنهم مع بعض يعمل الكراميلا دي. فالبروتين يتفاعل مع السكر يعمل كارملايزيشن. مواد الكارملا دي هي مواد التهابيه بتؤدي الى تسرع الشيخوخه. فكل ما السكر عالي في جسمك كل ما يزود عمليه التفاعل مع البروتينات وينتج الكرملة دي، والكرملة دي تنتج لك الشيخوخ، تسرع معدل الشيخوخ. لذلك مريض السكر اللي بينظم السكر بتاعه ويخلي السكر بتاعه في الحد المظبوط بيقلل الكرملة دي، وعملية حاجة اسمها AGE Advanced Glycation End Product اللي هو تفاعل السكر مع البروتين، فيقلل لنا الشيخوخ. فاحنا بنبقى محتاجين إلى جانب تظبيط السكر إن احنا ندي لمريض السكر دواء يبطئ من عملية الشيخوخة اللي متسرعة دي، بحيث يبقى زيه زي غيره، تمام. فالدوانيل بيحقق لنا الحكاية دي، الدوانيل بيحقق لنا الحكاية دي، و يعني للناس اللي بتمشي عليها. تقول لي طب هو في حد بياخده؟ معظم العيانين الفقراء بالذات الغلابة بيدوهم دوانيل، تمام. العيلة دي بيدوهم دوانيل سواء هو لوحده أو بيدوا معاه الميتفورمين. يعني مثلا عندنا في مصر في علاج اسمه جليمت. جليمت يعني ايه؟ يعني جلايبنكلاميد مع ميتفورمين، وغيره بقى كتير. وممكن تاخد الجلايبنكلاميد لوحده والميتفورمين لوحده. هتقول لي ايه الميتفورمين ده؟ لك الجلوكوفاج من احسن ادويه الشيخوخه الاخر، وهو برضه غلب الجلوكوفاج، يعني هو غلب الجلوكوفاج في ان هو تاثير الشيخوخه على الشيخوخه. فما بالك بقى باللي ياخد الاثنين مع بعض. انصح يا جماعه، ملخص الفيديو بقى،
الكلام المهم البحث يتحط في المصادر للي محتاج يقرأ بالتفصيل الكلام المهم. هذا الدواء لا يصلح إلا لمريض السكر. الجماعة اللي هم مش مرضى السكر مش هيعرفوا ياخدوه لأنه هو بيخفض لهم السكر. فيصلح لمريض السكر ويفضل ان انا اخد معاه جلوكوفاج، الاتنين بيعملوا على ان يقاوموا عملية تسريع الشيخوخة اللي بيعملوا مرض السكر. فبالتالي مريض السكر ما يحصلوش بسرعة عتامة العين، ما يحصلوش بسرعة الكرمشة بتاعة الجلد، سنانه التعبانة ما تقعش، عظمه ما يعني الاوستيوبروزس دي تقل اللي هي هشاشة العظام، لقوا الفيران عاشت أطول ونسبة الضعف عندها. الفيران اللي هي خدت البنكلوين كانت قوتها العصبية أعلى، يعني التهاب الأعصاب عندهم مفيش. وده مهم جدا يا جماعة، التهاب الأعصاب اللي بيحصل عند مرضى السكر ده شيء بشع. تبص تلاقي مريض السكر مش عارف يمشي من التهاب الأعصاب اللي عنده، الدوانيل بيعالج موضوع التهاب الأعصاب ده والكلام ده على حسب على عهدة البحث. التهاب الانفلاميشن بتاع الأعصاب عند الفئران اللي خدت الجلايبينكلامايد لا يذكر بالمقارنة بالكنترول وبالمقارنة حتى باللي خدوا الـ NMN. فإحنا مريض السكر مش هينفع إنسان عادي مريض سكر ياخد الدوانيل، ياخد اي شركة مثيلة له ماشي ورخيص هيوفر فلوس، وياخد معاه ميتفورمين ماشي سواء لوحده او سواء ايه موجودين على بعض مع بعض، هنضمن ان احنا نسيطر على السكر، هنضمن ان احنا نزود او نحسن صحة الانسان تمام اللي عنده مريض السكر. طبعا الى جانب وصف الدكاترة بقى العلاجات التانية، الى جانب فيتامين بي 12 عشان الاعصاب، الى جانب الالفا ليبويك اسيد برضو عشان غذاء للخلايا بتاعه الاعصاب تمام، وعشان نمنع عمليه التدهور المعرفي اللي بيحصل عند الجماعه بتوع السكر، برضو مخهم بيحصل عمليه ديمنشيا يعني تدهور معرفي عندهم، وتاثير الذاكره والحاجات اللي عندهم بتضعف. بندي الالفا ليبويك، بندي فيتامين بي 12 ماشي او ميثايل كوبالامين، ونمشي بقى على الجلايبين كلامايد اللي هو الدوانيل الناس عارفاه دوانيل، والميتفورمين اللي هو الجلوكوفاج، او المكونات دي تكون موجوده في علاج مع بعض. ده بالنسبه لبحثنا العظيم الجميل جدا، بشره خير للمرضى بتوع السكر. ده اللي عندنا النهارده، والى اللقاء في حلقه جديده وبحث علمي جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.